وطيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم سمر غانم من ادمن بيجي مجانين الكروشيه والتريكو. ويا بليتي يا بليتي يا بليتي يا بليتي ما تروحيش هنا ولا هنا، ايه الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه كروشيه تركي تحفه. الغرزه كده ايه، عارفين لما تشوفوا حاجه تقولوا ايه الدنيا ربيع والجو بديع، غرزه كده تدي التفاؤل. الغرزه حلوه قوي، صيفي وشتوي وليها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها ركن للكنب، ممكن تعملي منها كشميو، ليها استخدامات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زرار احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه بحب اتدلع. وما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخوتنا. النهارده هيمالاي ابريدي وابره رقم 4، هعمل عقده البدايه. وطريقه الغرزه النهارده برضو هعملها بالطريقه بتاعتي. البنات الجديده معانا في القناه ولسه ما تعرفش الطريقه بتاعتي، في صندوق الوصف هتلاقيني سايبه لك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طيب تعالى اقول لك اول سر من اسراري، اتفرجي عليه هتعرفي الطريقه بتاعتي. دلوقتي انا هعمل مجموعه من السلاسل من غير ما اعدها ولا اي حاجه، بطول حوالي 20 سنتي. عملت سلاسل بطول حوالي 20 سنتي، هنبتدي الغرزة بتاعتنا على طول بقى. حدد اخر سلسلة وقفت عندها وطلع او نطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تمام. التلات سلاسل دولت بنسميهم سلاسل الارتفاع وبنحسبهم عمود، تمام. اخد لفة واخش في السلسلة الرابعة اللي كنت محدداها واعمل ادي كده تاني عمود، لفة في غرزة جديدة، اعمل العمود التالت، لفة في غرزة جديدة، نعمل العمود الرابع بالشكل ده. يبقى احنا ابتدينا الغرزه بتاعتنا باربع مواويل، منهم الثلاث سلاسل بتوع الارتفاع، تمام. هاخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، واخد لفه، هفوت اربع سلاسل، واحد اتنين تلاته اربعه، وفي الغرزه الخامسه هدخل ابره واطلع الخيط، لفه من حلقتين، هعمل غرزه العنقود من ثلاثه، تمام. ادي كده واحد، لفه في نفس الغرزه واطلع الخيط، لفه من اتنين، ادي كده اتنين، لفه في نفس الغرزه واطلع الخيط، لفه من اتنين. دلوقتي بقى عندي ايه، اربع حلقات على الابره، لفه ونطلع حلقات كلها ونقفل عليهم بالسلسله، تمام. وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، في نفس الغرزه هنعمل برضو غرزه العنقود من تلاته، ادي واحد اتنين تلاتة، لفة نطلع حلقات كلها ونقفل عليها ايه في سلسلة، واعمل تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، تمام كده. في نفس الغرزة هنعمل برضو غرزة العنقود من تلاتة، ادي واحد اتنين تلاتة، تمام. وبعدين لفة هطلع حلقات كلها ونقفل عليهم بإيه بسلسلة بالشكل ده. عملنا تلات غرز عنقود ما بين كل غرزة وغرزة، تلات سلاسل كلهم إيه في غرزة واحدة، تمام. وبعدين اخد تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هفوت اربع سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي الخمسة اخش اعمل فيها حشو. انت جيت اقعد بقى، اخدت ثلاث سلاسل وفوتت من تحت اربع سلاسل، وفي الخمسة عملت فيها ايه حشو، تمام بالشكل ده. اقعد بقى شيتوس، بس 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 بس، اقعد على جنب بقى، مش كل مرة فضايح كده يعني، تمام كده. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة، هفوت اربع سلاسل من تحت، واحد اتنين تلاتة اربعة، وفي الخمسة اكرر اعمل ايه غرز العنقود، تمام. ادخل ابرة واطلع الخيط، لفة من اتنين، لفة في نفس الغرزة واطلع الخيط، لفة من اتنين، لفة في نفس الغرزة واطلع الخيط، لفة من اتنين، تمام. بعدين اخد لفة واطلعهم كلهم واقفل عليهم بالسلسلة، وثلاث سلاسل وغرزة العنقود تاني، ادي واحد اتنين تلاتة،
اطلعهم بغرزة واحدة واقفل عليهم بسلسلة وثلاث سلاسل، 1 2 3، واكرر في نفس ايه الغرزة، ادي 1 2 3، اطلعهم بغرزة واحدة واقفل عليهم بسلسلة وثلاث سلاسل، 1 2 3 بالشكل ده، تمام. وافوت برضو ايه 4 سلاسل من تحت، 1 2 3 4، وفي الخمسة عامل ايه حشو بالشكل ده، ونمشي كده لنهاية السطر. هكتفي بالعرض ده كعينة، وعملت ايه اخر غرز عنقود اهو، عملتهم 3 ما بين كل غرزة عنقود وغرزة عنقود، 3 سلاسل كل دوت في ايه سلسلة واحدة، واخدت 3 سلاسل واخد لفة افوت 4 سلاسل من تحت، 1 2 3 4، ومن الغرزة الخامسة اخش اعمل الكنار 4 عواميد متتالية، ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وادي رابع عمود. وكده انتهينا من السطر، تمام. اتبقى معايا كام سلسله زياده، وانت زي ما يطلع من السلاسل الزياده في صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو ازاي تفكي السلاسل ديت بكل سهوله. وكده يبقى ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها بتقبل القسم على 3 زائد 2 ولا بتقبل القسم على 5 زائد 1 كده يعني، تمام. الغرز السطر الجديد بقى هطلع ب3 سلاسل، ادي 1 2 3، انت قعدت لي كده خلاص. طيب والف الشغل، الثلاث سلاسل دولت بنحسبهم عمود، مش هنشتغل هنا بقى ايه في الغرزة ديت القائم عليها ايه الثلاث سلاسل لكنهم ايه اول عمود. هخش هنا فوق العمود التاني اعمل العمود التاني، وفوق الغرزة التالتة هنا العمود التالت، وهنا العمود الرابع، تمام كده. هاخد لفة هنا ما بين غرز العنقود ديت وهنا، في هنا الفراغ بتاع الثلاث سلاسل، اخش في الفراغ اروح عامله 5 عواميد، ادي اول عمود، 2 3 4 5 بالشكل ده، تمام. واخد 3 سلاسل، 1 2 3، اخش في الفراغ التاني دوت اروح عامله ايه 5 عواميد، ادي 1 2 3 4 5 بالشكل ده، تمام. واخد 3 سلاسل، 1 2 3، تمام. هروح هنا على طول المجموعة التانية هنا، اروح داخلة هنا عاملة 5 عواميد، ادي 1 2 3 4 5 بالشكل ده، تمام. احنا هنا ايه في المجموعة التانية هنا، وبعدين اخد 3 سلاسل، 1 2 3، اخش هنا في الفراغ اروح عاملة 5 عواميد، 1 2 3 4 5 بالشكل ده، تمام. واخد 3 سلاسل، 1 2 3، اروح هنا عند ايه اخر مجموعة اخش هنا اعمل 5 سلاسل، 5 عواميد، 3 سلاسل، 5 عواميد، تمام. وبعدين اروح على طول شغالة هنا 4 عواميد بتوع القنار. انتهيت من اخر مجموعة، عملت اهو 5 عواميد، 3 سلاسل، 5 عواميد، تمام. واشتغل على طول بقى القنار، اروح رايحة هنا اول عمود اعمل ادي 1، هنا العمود التاني، وادي العمود التالت، وهنا كان في 3 سلاسل الارتفاع، هخش في السلسلة التالتة واعمل العمود التالت الرابع بالشكل ده. وكده
انتهيت من السطر التاني. السطر التالت بقى هطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل واعمل الكنار اللي هو اربع عواميد. ادي اول عمود هنا، تاني عمود، تالت عمود، وادي رابع عمود. تمام كده. السطر ده يعتبر تكرار السطر الاولاني. تمام، هاخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة. بس في السطر الاولاني كنا بنشتغل في غرزة، هنا هنشتغل في الفراغ. تمام، هاجي هنا في الفراغ اروح عاملة ايه، غرزة العنقود من تلاتة. ادي واحد اتنين تلاتة. تمام، ولفة اطلع حلقات كلها واقفل عليهم بسلسلة وثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. اكرر، ادي واحد اتنين تلاتة. تمام، اطلع حلقات كلها واقفل عليهم بسلسلة وثلاث سلاسل واكرر في نفس الفراغ. ادي واحد اتنين تلاتة. تمام، غرزة اطلع حلقات كلها واقفل عليها بسلسلة بالشكل ده. تمام، وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هاجي هنا في الفراغ، هنا اخش في الفراغ واعمل حشو. بالشكل ده. تمام، وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة اروح مكررة هنا في الفراغ هنا. ادي واحد اتنين تلاتة، غرزة العنقود من تلاتة، لفة اطلع حلقات كلها واقفل عليها بسلسلة، واحد اتنين تلاتة. اكرر، ادي واحد اتنين تلاتة، لفة اطلع حلقات كلها واقفل عليها بسلسلة واكرر، واحد اتنين تلاتة في نفس الفراغ. ادي واحد اتنين تلاتة، لفة اطلع حلقات كلها واقفل عليها بسلسلة بالشكل ده. ونفضل ماشيين كده لنهاية السطر، والشغل بعد كده كله تكرار، مرة تعملوا العواميد ومرة تعملوا ايه، غرزة العنقود، ونطلع بالطول اللي احنا عايزينه. واجي بعد ما طلعت لكم بكام سطر بالغرزة عشان تبان الغرزة حلوة قوي وسهلة وبتطول بسرعة. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.